بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، حضور الكرام، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى درسنا في السيرة النبوية، وهذه المادة هي من أشوق المواد للنفوس ومن أمتع العلوم. والقصص كما قال بعض السلف هي جند الله، قالوا القصص هي جند الله. ليه؟ لأن المعارض والمخالف لا يستطيع رد ما جاء بالقصة لتأثير القصة على النفوس وأخذها بمجامع القلوب، ولا سيما إن كانت القصة أيها الكرام قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس خلقا وخلقا وسيرة وأحفل الناس في حياته. فما من أحد خلقه الله سبحانه وتعالى حافلة حياته بالمواعظ والآداب والعبر وما تزكو به النفوس وترتقي به القلوب وتستقيم به الأفئدة وتصلح به الأعمال من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب الناس مؤلفات في السيرة كثيرة جدا. كتب الأولون من السلف الأوائل كتابات رائعة وقيمة، منهم من كتب المطولات ومنهم من كتب المختصرات، وحفلت المكتبة الإسلامية ولا تزال حبلى بقصص السيرة. وكنا إخواننا اخترنا كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، والكتاب ده يعني بعض الإخوة اشتكى إنه صعب ما بتلاقيه، ولكن بدلناه بكتاب آخر سهل التناول، متوفر، كل حد ممكن يلقاه، والناس تتابع من الكتاب إن شاء الله تعالى. وبعدين يعني أنا بعلق عليه وبضيف عليه إضافات من الكتب الكبيرة الثانية من كتب السيرة، لكن يوم الليلة ده نخليه شكل مقدمة، نفهم ذاته موضوع السيرة والكتب التي جاءت في باب السيرة، ناخذ خلفية عامة نفهم الموضوع شنو. طيب، الكتاب بتاعنا اللي اخترناه اسمه مختصر السيرة لابن هشام. مختصر السيرة لابن هشام، المؤلف بتاعه الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب. وكثير من الناس سمع للإمام وقرأ له في التوحيد وفي التفسير وفي رد الشبهات، ولكن الكثير ما سمع بمؤلف في السيرة للشيخ الإمام رحمه الله تعالى. طيب، الكتاب عبارة عن اختصار لسيرة ابن هشام. طيب، سيرة ابن هشام دي شنو؟ ابن هشام هو عبد الملك ابن هشام المصري، وقيل الحميري، هو أصلا من اليمن. حمير ديل أهل اليمن ناس سبأ، وانتقل إلى البصرة سكن فيها،
ومن البصرة نزل في مصر، فعاش فيها حياته إلى أن مات في سنة 218 هجرية. لاحظوا، مات في سنة كم؟ 218. طيب، إذن هو في القرون المفضلة، صح؟ لأن القرون المفضلة عندنا خير الناس قرني، دي المية الأولى، ثم الذين يلونهم، دي المية الثانية، ثم الذين يلونهم، دي المية الثالثة. كل العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة بنسميهم في القرون شنو؟ المفضلة. لقدامنا دار الناس يكون الكتاب معاهم ولا معاك نوت تسجل فيها بعض المعلومات، لأنه ممكن إن شاء الله يوم تجي معانا أسئلة كده وفيها جوائز ظريفة، فتلقى لك جائزة سمحة إن شاء الله. والجائزة في العلم ده جائزة، الجائزة في العلم جائزة بيجوز يعني، والتنافس في العلم بيجوز. العلماء قالوا بخلاف المنافسة في الحياة الثانية، ناس يتنافسوا في الكورة وحدين يتنافسوا في غيره، لا، المنافسة في العلم من السنة. عشان كده يوم كده لو جات جائزة سمحة نقوم نجيبها ونسأل من الحاجات الفاتت. طيب، ابن هشام كتب كتابه السيرة النبوية، استخلصوا من كتاب مغازي ابن إسحاق، من إسحاق ده قباله، اختصر مغازي ابن إسحاق. طيب، ومغازي ابن إسحاق وسير ابن إسحاق كتاب كبير جدا، اشتمل على السيرة النبوية وعلى غيرها من سيرة أبينا آدم ومرورا بالأمم السابقة من الأنبياء لحد ما وصل عند سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل ودخل في سير الصحابة. طيب، ابن هشام عمل شنو؟ أخذ من سيرته من مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته. عشان كده لو سمعت بكتاب سيرة ابن هشام تقول الكتاب ده جاء من وين؟ ماخذ من مغازي وسير ابن إسحاق. طيب، واختصر المغازي والسير، اكتفى بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الشغل الأول ما جابه. طيب يا أخواننا، في كتب تانية كثيرة جدا للسيرة، من أوسع الكتب في السيرة كتاب تأريخ الإسلام، كتب الإمام الذهبي، والذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلاميذ ابن القيم، والذهبي رجل موسوعة. تتخيلوا يا أخواننا، بدأ تأليف كتاب تاريخ الإسلام في سنة 700، انتهى منه في سنة كم؟ كده توقعوا، بدأ سنة 700 بيكتب في تاريخ الإسلام، انتهى منه سنة 742، 42 سنة بيكتب في الكتاب ده. لكن انت لو شفته، لو رصيته في الغرفة بتاعتك بيملأ من أول الغرفة بيجي إلى آخرة مجلدات تاريخ الإسلام، كتاب موسوعي ضخم جدا. طيب، اختصر من الكتاب بتاعه ده كتاب كلكم بتعرفوا اسمه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء ده اختصره من تاريخ الإسلام. وسير أعلام النبلاء، كلمة نبلاء دي مش معناها يعني الزول الكويس، يعني النبيل ده هو المتميز في أي حاجة، في الخير ولا في الشر. عشان كده جوا في كتاب سير أعلام النبلاء بتلقاه ترجم لناس سيئين جدا وزنادقة، وفي واحد ما مسلمين ذاته، ها، زي ترجمة الحلاج، ذاك الذهبي ترجم له ترجمة
ولعنوا في الترجمة بتاعته ونقل لعن العلماء له وزاته. يلا كلمة النبلاء معناها المتميزين، المتميز ده يكون في الخير ويكون في الشر. طيب الكتب كثيرة، كذلك البداية والنهاية لابن كثير، وكذلك تأريخ الأمم والملوك. ولكن يا أخواننا في نقطة مهمة أنا أنبهكم علي فيما يتعلق بكتب السيرة عشان تبقى على فهم. الذين كتبوا في السيرة ثلاثة أقسام. القسم الأول من علماء السير من كتب كل الوقائع التاريخية التي وقف عليها، كتاب مثل الحاوي زي الحاوية أي حاجة جوا فيه. طيب ميزوا الكتاب ده جوا بالأسانيد، يعني الإسناد الصحيح معناه حديث صحيح وخبره صحيح، والإسناد الباطل خبره باطل، لكن حوت كل شيء. دي زي كتاب البداية والنهاية، سير علم النبلاء، كويس، تاريخ الإسلام، وكتاب ابن عساكر، وكتاب الخطيب البغدادي، وغيره من كتب السير. دي كتب حاوية. عشان كده في تاريخ الأمم والملوك في المقدمة كاتبه الطبري ابن جرير الطبري، عالم كبير، مات سنة 310 في القرون المفضلة، ورجل إمام مجمع عليه. في المقدمة كتب إنه كتبنا دي حوت الصحيح والغير صحيح، قال ونقلناها بالإسناد عشان تعرف الصح من الغلط، وبعد ذاك تركنا الأمر لطلاب العلم. أنت بعد ذاك تجي تميز. طيب الهدف شنو يا أخواننا يعملوا كده؟ ما ممكن تكون في روايات ضعيفة تبقى مشكلة للمسلمين، ليه عملوا كده؟ العلماء قالوا القصد من ذلك حفظ كل ما نقل عشان يكون موجود، عشان تبقى الأمة فيها إنصاف، تنقل الذي لها والذي عليها، وبعد ذاك تجي أنت شنو؟ تميز. ده الصنف الأول يا أخواننا عندنا من الكتاب. الصنف الثاني من الكتاب هم الزنادقة والمرجفون. ديل ناس كتبوا في السيرة كتابات سيئة، ككتابات الروافض الشيعة، كتبوا مؤلفات بحار الأنوار للنعماني، الكافي للكليني، كويس، كتابات الطبرسي وغير من المؤلفات دي، مؤلفات سيئة. كتابات ابن المطهر الحلي ده اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اسمه منهاج السنة النبوية، والكتاب ده مصنف أفضل كتاب في الرد بالحجج والبينات، صنف من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. طيب ديل كتبوا كتب كعبة سيئة جدا، و يعني لا يؤخذ بأقوالهم، وكذلك من الرواة القدامى في واحد اسمه الكلبي وواحد اسمه أبو مخنف لوط بن يحيى وواحد اسمه الواقدي، ديل كلهم رواياتهم تالفة غير مقبولة. طيب الصنف الثالث من الكتب تسمى بكتب المحققين، دي الناس بيدوك النظيفة بس، الخلاصة والحاجة اللي أنت تستفيد منها طوالي. من أعظم الكتب في الباب ده كتاب زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم الجوزية. الكتاب ده مفترض تخطه جم راسك، ليه؟ لأنه في حياتك كلها بتحتاج له،
والله كتاب نافع جدا، كتب في أي شيء يحتاج له الإنسان الليلة، حياتك اليومية، تعاملك مع العيال يكون كيف، أحكام المولود، ها؟ لا حد ما يكبر كتب عنا من الهدي النبوي، وراك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل كيف، العلاج، الأمراض، وصف المرض ووصف الدواء. يا أخي أنا عديت لي زمن قبل تقريبا شهر كنت بعاني من صداع شديد، استمر معي قريب شهر كامل، يروح شوية ويجي راجع تاني، يروح ويجي راجع. مشيت فتحت كتاب ابن القيم تكلم فيه عن الطب، جزئية عن غير الطب النبوي، كتاب زاد المعاد ذاته، يتكلم عن أسباب مرض الصداع، جاب 20 سبب، 20 سبب للصداع، وال20 سبب ديل أنا حسبت منين، 15 سبب ديل من البطن بس، أنت مصدع المشكلة من بطنك، 15 سبب، وأكثر الأسباب من الغازات التي تتراكم في المعدة فتتصاعد إلى الدماغ، بتصعد بسخونة إلى الدماغ تعمل الصداع. كويس؟ طوالي بدل أمشي أفكر في إنه أعالج الصداع الفراسي، مشيت بقيت في الموضوع اللي في بطني ده شنو؟ وما شاعر بألم كثير. سبحان الله، عملت فحوصات للبطن. العلاج اللي أخذته أول حبة بلعتها للبطن الصداع فكه. إذا المشكلة كلها هنا ما فوق. فكتاب نافع جدا ومهم، تخليه جنبك لما تجي دار تنوم اقرا لك صفحتين، ما بضرنا كله كله، بس اقرا لك يومي صفحتين منه، اسمه زاد المعاد. وشوف من براعة السلف، ابن القيم كتب هذا الكتاب في السفر، مسافر وراكب على الراحلة. انت بعدين بعد ما تقراه حتشوف يعني براعة الكتاب، ينقل فيه الأحاديث بالأسانيد، وتكلم فيه عن الرجال وعن صحة الحديث ومواضع الكتب اللي جابت الحديث، ويتكلم في الطب وينقل عن أطباء قبل المبعث النبوي، يقول لك قال باقلان وقال منو، أطباء قدام انت ما سمعت بهم ذاته، والله يتكلم في الطب تقول طبيب. كويس؟ طيب، ده كتاب زاد المعاد. أيضا من الكتب القيمة جدا كتاب اسمه العواصم من القواصم، العاصمة يعني الرد والجواب، والقاصمة معناها الشبهة. الكتاب ده مؤلف أبو بكر ابن العربي، اسمه محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله. الكتاب ده تخصص في موضوع ما جرى بين الصحابة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لحد شنو؟ لحد آخر عهد الحسن بن علي، بس يتكلم عن موضع الفتن اللي الناس يتكلموا فيها بالباطل، وجاب الروايات الصحيحة وضبط الموضوع تمام. ويا حبذا لو لقيت معاه كتاب يعني التعليق عليه لمحب الدين الخطيب المصري من المحققين المعاصرين، شغل جميل جدا. أيضا من الكتب المحققة كتاب ندى اللي هو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده كتاب منقح ومحقق، نقل فيه الروايات الصحيحة وما نقل فيه الأباطيل، تمام، وجميل في السيرة، مختصر. طيب، أيضا في كتابات تاني لحافظ الحكمي في السيرة برضو قيمة جدا، وغير من المؤلفات. طيب يا أخواننا، السيرة النبوية نحن نتناول منها نقطة الانطلاق، مولد النبي
صلى الله عليه وسلم ومن نسبه ونمشي لقدام. النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر نسب ده يتصل إلى عدنان. ومن هو عدنان؟ إحنا حنجي نقرأ ونشرح واحد واحد، لكن ده أديكم خلفية بس مهمة. من هو عدنان؟ ابن من؟ ابن إسماعيل. طيب إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم، صحيح؟ طيب هل إسماعيل عربي؟ هذا سؤال. هل إسماعيل عليه السلام عربي؟ لا. طيب ويسمى أبو العرب وهو ما عربي بالاتفاق، لأنه هو ابن إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا. عندنا أربع أنبياء بس عرب، أربعة فقط. الرسل اللي ربنا قص لنا قصصهم في القرآن 25 رسول، ما فيهم عربي إلا أربعة. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. العرب فيهم أربعة اللي هم شعيب وصالح وهود ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أربعة ديل هم شنو؟ العرب. طيب يا أخواننا، هود وصالح ديل بيسموا بالعرب البائدة، البائدة يعني قوم هود وقوم صالح يسموا بالعرب شنو؟ البائدة. كلمة بائدة معناها شنو؟ المنقرضة. أيوة. والانقرض شنو فيها؟ اللي انقرضت أخبارها. عشان كده فوق النسب النبوي، النسب ده يبدأ معنا من النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يصل إلى إسماعيل عليه السلام، من فوق إسماعيل يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذب النسابون. أي زول ده يجيب لك أخبار من فوق ده بعد ما بيديك أخبار صحيحة، ما في تاني أثر صحيح. عشان كده ديلك بيسموهم العرب يا توم البائدة، انقطعت أخبارهم لا يعرف عنهم شيء، وهم عرب قوم هود وقوم صالح. طيب في نوع ثاني من العرب ديل بيسموهم العدنانية أو الحميرية، الحميرية، وديل بيسموهم العرب العاربة. ديل أصول العرب، وديل هم امتداد للعرب الأوائل، عرب لسانا وجنسا وثقافة. طيب النوع الثالث عندنا من العرب ديل بيسموهم العرب العرب المستعربة. يعني شنو مستعربة؟ لما اقول لك انت زول مستعرب يعني شنو؟ يعني انت ما عربي. انت ما عربي. فالعرب المستعربة هم أولاد من إسماعيل. لاحظوا، هم أولاد إسماعيل والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، منهم، وهو من ولد إسماعيل. طيب إذن يا أخواننا نأخذ من هذا فائدة مهمة، إنه من اكتسب لغة العرب وجالسهم وأخذ منهم وتطبع بطباعهم كان منهم، لأن أبونا أبو العرب كلهم هو شنو؟ هو إسماعيل وما عربي ذاته، لكن قالوا إسماعيل صاهر العرب، تزوج من العرب، تزوج منهم.
وآكلهم وشاربهم وساكنهم وأخذ لغتهم فكان هو سيد العرب. بقى سيد العرب وارتفع يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم عدنان المنحدر من إسماعيل عليه السلام ارتفع مقامه بنسل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، عشان كده قالوا وكم من أب قد علا بابن له شرف كما علا برسول الله عدنان. ارتفع بابنه، ارتفع بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخواننا، وإبراهيم عليه السلام هو الأب الحقيقي لمن بعده من الأنبياء جميعا، كلم أبوه منه إبراهيم عليه السلام. زوجاته اثنين، الأولى منه منه سارة وبنطقوها بالتخفيف، نحن هسه بنسمي بناتنا شنو؟ سارة بالشدة، صح؟ الصحيح سارة، سارة بالتخفيف. دي زوجته، مشى نزل بها يوم من الأيام في ملك من الملوك، وزول يعني ظالم ومجرم، وكانت امرأة وضيئة جميلة. أول ما دخل من عادة الملك إنه لو جيت بزوجتك بقلعة منك، فقام قال لها إذا دخلت على الملك قولي له ده أخوي ما بقلعة كده. أول ما دخلت عليه قالت هذا أخي، لأنه هم إخوة في الإسلام. قال لها فليس في الأرض مسلم إلا أنا وأنت، ما في مسلم غيرنا ونحن إخوة في الإسلام، قولي أخوي. فقالت هذا أخي، فمد الملك يده عليها قال فدعت الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسلمت لك فاحمني وحصني. قالوا فانعكست يد الرجل لحد ما بقى بيحنس فيها، قال لي بس أدعو الله يرجع لي يدي دي ما بسألك. فدعت الله فرجعت له يده، تاني مد يده، تاني يده تلوت، تاني بقى بحنس فيها، قال لها بدعي الله يفكني ما بحصلك. المرة الثانية والمرة الثالثة عمل كده، لحد ما في الثالثة قال لهم خذوها عني، الناس جابوها له قال لهم دي شولوها، إنما أتيتموني بشيطانة شيلوها مني. فخرجت فجاءت إلى إبراهيم عليه السلام قالت لقد أخذ الله عدوه ووهبنا وليدا. وليدا يعني شنو؟ يعني أما، يعني أهدلينا أما وخادمة تخدمنا، اللي هي اسمها هاجر بالفتحة. إحنا بنقول شنو؟ هاجر، صح؟ هاجر بالفتحة، أهدلهم هاجر. فكانت وليدة له، يعني هي أما عنده. فأخذها إبراهيم عليه السلام فولد منها إسماعيل. إذن إسماعيل أمه منه؟ ما سارة الكبيرة الزوجة، لا، من الأمة هاجر، دي أم إسماعيل الذبيح. فغارت أمنا سارة، النسوان طبعا طوالب غيرة، إنه دي يا دوب جبناها وكمان تلد الولد، والمرأة اللي عندها الولد ما زي المرأة اللي ما عندها، وبتأخذ بقلب زوجها. فغارت فأرسلها بولدها إلى أرض بعيدة، وحصلت القصة الكل نحن عارفينها في زمزم، وبقت تجري هاجر من الصفا إلى المروة، ولحد ما نبعت موية زمزم لمنو؟ لإسماعيل ولدها. طيب أنا دار أوصلكم لنقطة معينة. هناك سارة ربنا سبحانه وتعالى رزقها برضو، لما اتقت الله سبحانه وتعالى ربنا رزقها ولدت منه
إسحاق. عشان كده قال ربنا قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ومن وراء إسحاق يعقوب. يلا إسحاق بهناك ولد منه؟ ولد يعقوب. وولد تاني اسمه مرقص ابن إسحاق. ده أبو الروم، الروم الخواجات ديل، ده أبوهم كلهم. كويس؟ بالأنبياء اللي عندهم. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد منه؟ يوسف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوسف هو الكريم، قال عن يوسف عليه السلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل. أبو يوسف أبوه يعقوب، أبوه إسحاق، أبوه منه إبراهيم. طيب وأغلب الأنبياء من ولد إسحاق، دل كلهم بيجاي من ولد إسحاق. ومن هنا دل من ولد إسماعيل. عشان كده لاحظ يعقوب اللي هو ولد إسحاق، يعقوب ده إسرائيل، ده إسرائيل. كويس؟ أسأل يقول لك بني إسرائيل، وفي ناس بينبذوا بني إسرائيل، يقول لك بني إسرائيل الملاعين ديل. أنت ما تنبذ بني إسرائيل، نبذ الجماعة القاعدين هسه ديل ممكن، لكن بني إسرائيل، إسرائيل ده منو؟ ده نبي يعقوب. ها؟ طيب ال- 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 اليهود قالوا الذبيح هو منو؟ طيب قالوا الذبيح هو إسماعيل. ده اليهود، لا عفوا اليهود قالوا الذبيح هو منو؟ إسحاق. ما دارين يزدادوا شرف وإنه مية زمزم دي ذاته حقتهم من جدهم وكده، ولكن الصحيح إنه الذبيح هو منو؟ أي هو إسماعيل. ليه؟ لأنه القصة بتاعته في سورة الصافات لو تابعتوها، بدأت القصة إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وماشي القصة طوالي لحد ما أسلما وتله للجبين ودار يضبحه. ربنا نزل له كبش وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في سلام على. بعدها قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طيب لو كان الذبيح إسحاق يبقى بشروا به كيف؟ يبقى كيف بشروا به؟ يا دوب حيلدوا، يا دوب حيلدوا منه إسحاق، وإسماعيل أكبر منه. عشان كده إسماعيل أبو العرب هو الذبيح، وهو شنو؟ صاحب القصة. وعرفنا أمه. النسب ده كله يا أخواننا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ديل هم من العرب المستعربة، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى أعلى جد له هو من نسل الكرام. ليس فيهم مولود ولد بغير زواج صحيح، أجداده لفوق كلهم ما فيهم مولود إلا شنو؟ إلا بزواج. بغض النظر عن أن الزواج ده بالطريقة الإسلامية أو بغيرها من الطرق، لكن بزواج ومولود شرعي وكريم النسل. طيب يبقى يا أخواننا عندنا في الموضع ده بيجينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من العرب، قبيلة العرب الثلاثة اللي تكلمنا عنها دي، العاربة والبائدة والمستعربة، الثلاثة ديل ربنا اصطفى منهم كنانة. فكانت كنانة خير موطن في تلك القبيلة الواسعة، واصطفى من كنانة قريشا. قريش دي أصلا من جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي اسمه فهر. فهر ده هو قريش، فهر ده يا هو قريش، ده جده. كويس؟ ده فوق لعبد مناف. طيب وفوق لهاشم. قال واصطفى بني هاشم من قريش.
ده بطن من البطون بنو هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ده اختيار، كل مرة تضيق دائرة الاختيار إلى أن تم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. كويس، عشان كده أبو طالب لما افتخر على قريش قال لهم: وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الهدى من غالب والكواهل. حوض السقاية، قريش كانت بتتقسم خدمة الحجاج، بعضهم عندهم السقاية، سقاية الموية من ماء زمزم، وهذه كانت خاصة ببني هاشم، ماء زمزم خاصة بهم. ومفتاح الكعبة كان خاصا ببني عبد الدار اللي منهم عثمان بن عفان ومنهم بنو شيبة، والآن المفتاح عند بني شيبة. الملوك العظام ديل كلهم اللي مروا على المملكة ما في واحد بيمسك المفتاح في يده يفتح الكعبة إلا من بني شيبة، لأنه كان عندهم قبل الإسلام. لما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا لهم تاني، قال لي الليلة دي مفتاح الكعبة عند بني شيبة، لو جايين لأي أمر يجوا الملوك والكبار يقيف وراء، ويجي عمدة بني شيبة ورأس القبيلة هو اللي بيمسك المفتاح ويفتح الباب، والمفتاح عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذه منهم إلا ظالم. اللي يقدر زول يشيله منهم ظالم طوالي. كويس، كانوا بيتقسموا. قريش ومن من من الدائرة الأقل من قريش بنو هاشم كانوا في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عملوا حاجة اسمها حلف الفضول. وحلف الفضول ده حلف لنصرة المظلوم. كويس، وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كان زعيم الحلف، واتفقوا على انه ما يبقى في مكة مظلوم الا ونصروه، وتحالف معهم يعني جمع من بني عبد شمس وغيره. طيب، ولده اللي هو عبد مناف، ده ولده، ولد منه او عبد مناف ولد هاشم، لا عفوا، عبد المطلب ولده، مشى يتزوج من المدينة. كويس، لا أبوه يتزوج من المدينة من بني النجار. مش بتتذكروا قصة في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قال بينزل عن خيلانه في المدينة، ما بتذكروا كده؟ مع انه ما خيلانه مباشرة. عشان كده العلماء قالوا لو امك من جهة اهل ديال خيلانه كلهم. لاحظوا، جد ابوه، جد ابوه مش جده هو، جد عبد الله يتزوج من المدينة من بني عبد النجار، وولد عبد المطلب ولد في المدينة ونشأ فيها لحد ما ابوه خلاص بقى على الموت، مشى جابه من المدينة ورجعوا عشان يكون هو السيد في بني هاشم، عشان يمسك مسألة الحلف بتاعه. وكان رجلا جميلا، ده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا شهما جميلا كريما. طيب، جلس بقى قاعد في مكة مع أن أمه ما كانت رضيانة، فجلس في مكة إلى أن تزوج ولده عبد الله بآمنة بنت وهب، هي أم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان حملا في بطن أمه مات أبوه عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل شنو؟ في بطن أمه مات أبوه عبد الله، وكفله جده اسمه منو؟ عبد المطلب.
ده يهول أمه من وين؟ من المدينة. كفلوا جده. طيب كان عنده يعني بساط بفرشه له أمام الكعبة يجلس عليه، وكان من هيبته يعني أولاده ما بيقعدوا معه، لما يجوا يقعدوا برا البساط فيجلس فيه عبد المطلب. إلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شب وكبر كان بيجلس عنده، فيؤخره أعمامه، أعمامه بأخره يعني يبعدوا من المجلس بتاع جدهم، وده رجل معظم وهو سيد بني هاشم، فيقول لهم دعوه إن لابني هذا شأنا. ولدي ده قال لهم عنده شأن عظيم، فكأنه شعر يعني بمستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مات جده عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره تقريبا 8 سنوات. مات جده عبد المطلب، بعد ذاك رجعت كفالته إلى عمه أبي طالب، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 4 من أعمامه. كفلوا أبو طالب ده لأنه أعمامه في الوقت ده كانوا 4، 2 منهم مسلمين أسلموا 2، و2 كفار. أما المسلمان فحمزة والعباس، وحمزة ده هو عمه وأخوه، وأخوه من جهتين كمان، أخوه من الرضاعة من جهتين، رضع معاه في حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، ورضع معه في ثويبة مولاة أبي لهب. الاثنين ده رضع معه فيه، أخوه من الجهة دي ومن الجهة دي، وحنجي ليه إرضاعه إن شاء الله بالتفصيل. طيب فحمزة والعباس ديل أعمامه مسلمين، وأعمام الكفار 2 أدركهم، في 2 تانين ما أدركهم ماتوا. الكفار اللي هم منو؟ أبو طالب وأبو جهل، ولا أبو لهب؟ أبو لهب، أبو لهب. يعني قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال ومن الموافقات إن المسلمين منهما أسماؤهم إسلامية، والمشركين منهما معبدين لغير الله. أبو طالب اسمه عبد مناف، عبد لغير الله، وأبو لهب اسمه عبد شمس، برضو عبد لغير الله، وذلك حمزة والعباس. طيب الكفل منهم أبو طالب، أبو طالب هو الكفل، كويس. وسبحان الله كفالة أبي طالب دي كانت فيه حكمة عجيبة خلاص، ونحن حنجي لدراستها إن شاء الله بالتفصيل. أبو طالب مع أنه مشرك لكن كانت بتاخذ المحنة للنبي صلى الله عليه وسلم شديد، وكان يفخر به أمام قريش، حتى قال لهم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أنساب عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وصميمها. كان بيفخر به فخر شديد، عشان كده يعني ده نفع في جانب، لكن في جانب تاني ما بينفع فيه، نفع في جانب أنه يخفف عنه لحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم، خفف عنه العذاب، ما زي أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب
في جيده حبل من مسد، لكن أبو طالب يخفف عنه، لكن ما أغنى عنه لأنه مات مشرك، والمات مشرك ده تاني ما بيتعالج، ومن جهنم ما بيطلع. وفي ناس الساء بيشركون لخبطتهم، يقول لك يا مولانا والله نحن بعدين، واحد مرة بيكلم فيني وجايت الشغلة كلها سكر وعربدة وشرك وكله كله بسويه، ماشي من فكي لفكي، ومن وداعية لوداعية، ها، ومن قبر لقبر، ولخبط الشغلة كلها. قال لي والله انتوا ماشيين الجامع ديل والله تعبانين ساي، نحن قال لي والله بس تقوم الغيامة نجي يا أبو فاطمة، يا أبو فاطمة قال لي يسوقنا يدخلنا الجنة، تعبانين في شنو؟ قلت له انت قايل الشغلة كده ساي زي ذاك. قال لي جيناك يا كابل حمل، لا دين يا لا دين لا عمل، داسه جاي كيف جاي يسوي شنو ذاته؟ ها، في ناس شغلتهم جايطه شديد. شوف مع ده، ها، كان بيدافع عنه دفاع ما عادي، بل بيتحتحت كده بيعترف بنبوته اعتراف كامل. قال الا ابلغا عني على ذات بيننا لؤيا وخصام لؤي بني كعب، الم يعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في اول الكتب، وان عليه في العباد محبه ولا خيرا ممن خصه الله بالحب. افيقوا افيقوا قبل ان يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي الذنب، ولا تقطعوا ولا تتبعوا امر الوشاة وتقطعوا اواصرنا من بعد المحبه والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمر على من ذاقه جلب الحرب. اعتراف كامل بالنبوة، لكن بلسانه ده ما قاله، ما قال لا إله إلا الله، وتاني والله ما ينفع أي شيء. شوف، عشان كده التوحيد ده تنجضه، ما في ذلك يغش يقول لك لا لا يا مولانا ما إحنا خلاص فهمناه، فهمنا خلاص كفانا، لا 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 لا، عمل حسابك بيضيعك، ما في توحيد أي شيء بضيع. السيدة عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام سألت النبي صلى الله عليه وسلم، كان في واحد رجل خير اسمه عبد الله ابن جدعان، رجل خير ده بيكسي الناس الحلل بالميات ويكسو الكعبة ويطعم الحجيج. قالت له هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ ده ما بينفعه؟ قال لا 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 ينفعه ذلك. سمعتوا بحاتم الطائي؟ في اكرم منه؟ حاتم الطائي ده قالوا الناقه حقته، الناقه خليك منه، الناقه حقته، قالوا لما تجي النوق تشرب ناقه حاتم الطائي بتجيب بعيد، لما النياقه الثانيه تشرب احنا انت تشرب هي. ده كمل كله كله. جاء ولد اسمه عدي ابن حاتم الطائي، مسلم صحابي جليل، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان ابي كان يكسو الحلل ويطعم الطعام ويفعل، هل ينفعه ذلك؟ قال لا. كل كلام يكتبوا له التاريخ بس، الناس يحجوم وحاتم الطائي والكرم انتهى. توحيد ما في، ما في اي حاجه. يمشي قدام الله ما عنده ولا حسنه. يا ناس الشغله دي صعبه والله، ولا حسنه. ها؟ لا ناقته كانت بتجيب برا ولا حماره بتجيب برا. ما في حاجه. الشغله دي صعبه. عشان كده قدر ما تلقى التوحيد ده اسمعه، ممكن يذكرك بحاجة أنت واقع فيها. قدر ما تلقى كتاب في التوحيد اقرأ، قدر ما تلقى زول بيظلم في التوحيد اسمع له، والله ينبهك على حاجة فايتة عليك، ينبهك على حاجة فايتة عليك. يا أخي إذا كان، خلي بالك، إذا كان موسى عليه السلام، موسى عليه السلام في كلام تاني نبي ولا ما نبي؟ من أولي العزم الخمسة من الرسل، قال يا ربي علمني دعاء أن أدعوك به. يلا ده لي دعاء أدعوك به. ربنا قال له يا موسى قل لا إله إلا الله، توحيد، قل لا إله إلا الله.
قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. دار له حاجة شنو؟ أحسن منا. دار له حاجة أرفع منا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة. خطهم في كفة ميزان بيجاي. ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أثقل من السماوات والأرض. تقول يغشك ذول يقول لك يا أخي لا التوحيد. الإمام أحمد قال وأثقل حسنة في الميزان حسنة التوحيد. تقال الحسنات دي سوا؟ بعدين كلها قال سوا؟ أصل لو جيت أنت خفي الدنيا دي ها؟ لو بتبيع في 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 السوق بتاع الهناية هل الميزان لما تاخد فيه كيس بتاع جردقة وكيس بتاع كزبرة واحد؟ كيس الكزبرة قدر ما تملاه ما بيلحق الجردقة اللي هناك دي ديك تقيلة ها؟ التوحيد ده تقيل بينزل في الميزان ده بينزل اي حاجه ثانيه بغادي بيطيش طوالي ينزل هو ويطير اي حاجه بغادي فده نجده تمام وما تجامل فيه والدنيا دي فيها شنو؟ تقول لي والله لكن احنا مين ما قمنا لقينا ابواتنا بيمشوا لابويا الشيخ اللي هناك ذاك وبيمشوا للقبه وبيزوروا فيها. هو يا زول الشغله دي ما في ابواتنا. انا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ديلك ما قالوا كذي؟ قالوا والله بس لقينا أبواتنا دين وماشيين عليهم. هو أبو طالب ده ضرشنا غير أبواته ها؟ ضرشنا غير أبواته. قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ما كذاب عندنا. قال فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه. على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. كويس؟ قال لهم فلولا الملامة. خايف يلومون الناس. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال لي لو ما خايف ان الناس يعيبوني اكان اتبعتك. عشان كذي ما تعاين للناس. نجد توحيدك والله يوم القيامه جيت بتوحيد امورك كلها واضحه. ما عندك مشكله. عشان ما تلكلك الشغلانه وتخربها. طيب نرجع. طيب يا اخواننا وقفنا عند ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأعمام. وقلنا رجعت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب. وإن شاء الله تأتي معنا تفاصيل القصة وما صار لأبي طالب. ولكن هنا حكمة يعني ذكرها أهل العلم ولعلنا نفصل فيها قدام إن شاء الله، وهي يعني الحكمة من كون أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا. قال بعض أهل العلم هذا أبلغ في الدفاع عنه من لو كان أبو طالب مسلما، لأنه قريش يعني بتعمل حساب لأبي طالب لأنه معاهم ولو كان أعلن إسلامه ما كان بيعملوا الحساب تاني، وكان الأذى بيصل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كلما يكونوا دايرين يأذوه بيتذكروا إنه ممكن يفقدوا أبو طالب. عشان كده ما نال النبي صلى الله عليه وسلم أذى في حياة أبي طالب. طيب مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل. تذكر عام الفيل سنة كم من الميلاد؟ طبعا ده قبل الهجرة 501 40 ها زيد شوية
571. طيب، ولد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا في يوم الاثنين، لما صح الحديث صحيح مسلم، سئل عن يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، هذا يوم ولدت فيه، ولذلك كان يصوم يوم الاثنين. طيب، أما التأريخ مختلف فيه، بعضهم قالوا ولد في رمضان واستبعد الذهبي هذا القول، وبعضهم قال ولد في ربيع الآخر يعني ربيع الثاني. طيب، وفي ربيع بعضهم قال يوم 8، وبعضهم قال يوم 9، وبعضهم قال يوم 10، وبعضهم قال يوم 12، ودي أقوال، وليس هناك مرجح للأقوال دي. ليه يا أخواننا؟ الفقهاء قالوا حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من العلماء، كثير من العلماء مثلا زي ابن هشام صاحب السيرة، يعرفون وفاته، بيعرفوا تاريخ الوفاة، لكن ما بيعرفوا تاريخ شنو؟ الميلاد. قالوا لأن ميلاده يعني ليس له سمة ظاهرة، ما ولد زيه زي بقية المواليد، وكانوا زمان ما بيهتموا بها يعني زينا الآن بنعمل شهادة ميلاد وكده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما دون الميلاد بدقة مثل ما دون تأريخ الوفاة، تأريخ الوفاة بدقة، لكن ميلاده لم يكن بدقة. طيب، ثانيا، لم يكن لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أي ارتباط شعائري أو احتفالي، ما كان ولا في عهده ولا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا الأئمة الأربعة، لأن الناس الليلة كثير منهم يعني الواحد دار يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد، وليس في السنة أي احتفال بالمولد. ليه؟ لأنه دي أعياد يا أخواننا، والأعياد لابد يكون منصوص عليها بالكتاب والسنة. ما في عيد بتعمله براك أنت، الليلة الناس كل مرة يعمل لك عيد، يقول لك عيد ميلادي وعيد الأم وما عارف يعني عيد المرأة وعيد شنو؟ عيد الحب. يا ناس، الأعياد دي عبادة، عبادة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنا عيدان، عندنا اثنين، الأضحى والفطر، والجمعة عيد للمسلمين. طيب، هم ذاتهم بيتناقضوا المثبتين الاحتفال ده، بيقول لك الدليل عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين هذا يوم ولدت فيه، لما سألوا عن صيامه، ركزوا مع النقطة دي، لما سألوا عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم شنو؟ ولدت فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يقول لك عشان كده نحن نعمل احتفال وعيد، وده تناقض، لأنه بإجماع العلماء العيد لا يجوز صيامه. هل بيجوز تصوم يوم العيد؟ ده بالإجماع ما بيجوز صيام يوم العيد، حرام. طيب، إذا كان يوم المولد عيد، ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيصومه وصيام العيد حرام؟ إذا ما هو عيد. طيب، هل الصيام النبي صلى الله عليه وسلم اختص يوم اثنين، يوم الاثنين اللي هو 12 ربيع الأول براو، ولا كل اثنين؟ كان يصوم كل اثنين. طيب، تعمل زيه صوم كل اثنين،
ما ربيع الأول براء، صوم كل اثنين تبقى سنة كده. طيب المهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول على خلاف، وفي يوم 12 على خلاف، وكان يوم الاثنين من غير خلاف، من غير خلاف كان في يوم الاثنين، وكان في عام الفيل. وهنا يا اخواننا فائدة مهمة جدا. عام الفيل ده مقصود به شنو؟ ها مقصود به شنو؟ ايوه، لانه أبرهة وكان عاملا للنجاشي، ملك الحبشة دائما اسمه النجاشي، يعني حتى لو تغير بيبقى نجاشي تاني. ده لقب لشنو؟ لملك الحبشة، زي فرعون. فرعون ده ما واحد، ايوه فوت فرعون يجي فرعون تاني، كان لقب لملوك مصر. وزي كلمة ريتشارد للبريطانيين، يقول لك ريتشارد الأول وريتشارد الثاني وكذا، كانت لقب للملك. فأبرهة بنى له كنيسة، وزول بتاع شر، زول بس بتاع شر وهاوي غلبة، بنى له كنيسة عظيمة جدا، دار يضاهي بها الكعبة، ودار يحول حج الناس من الكعبة اللي هي قال حقة العرب، دار يجيبهم يحجوا عنده في الحبشة. فقام واحد من العرب داق ذاته مسلط، دخل على الكنيسة بتاعته دي وجاب العزر الوسخ ولخبطه له كلها جلبطه. فغضب أبرهة وطوالي حرك جيشه وماشي يهدم الكعبة، عنده أفيال، وأكبر هذه الأفيال فيل اسمه محمود، ده الفيل الكبير. لو في زول اسمه محمود ما يزعل يا اخوان، ده أكبر فيل عنده اسمه محمود. طلع الفيلة بتاعته وماشي، اعترضته قبائل في الطريق، منها قبائل يمنية هزمها، دخل على الجزيرة العربية، اجتمعت عليه قبائل من العرب هزمها، لحد ما وصل إلى الطائف، مر بالطائف وهزم اللي في الطائف، وأخذ منهم نوفل رجل من العرب، أخذوا معاه وقال له أنت تبقى الدليل بتاعي أنا عشان أدخل مكة. دخل مكة فنهب ما فيها من برا، نهب الإبل اللي فيها كلها شالها معاه، كان جيشه كبير والعرب لا قبل لهم بشنو؟ بهذا الرجل، ما يقدروا عليه. أخذ إبل منا إبل لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيد بني هاشم، وبني هاشم ديل هم رأس قريش. طيب أخذ الإبل حقته، ولما دخل قال لهم يا أخي وروني زول من ساداتكم أنا داير أتكلم معه. فدلوه على عبد المطلب ابن هاشم. لما جاء عنده عبد المطلب قال له انت شلت مني 200 بعير، وقال له اما انا فاريد يعني ابعرتي وللبيت رب يحميه. قام لما عين له يعني استخف به، قال له لما رايتك يعني لما شفتك في الاول ورايت من يعني وسامة وجهك ومن عظم جسمك، قال له يعني أعظمتك في نفسي كده، حسيت بك يعني زول ما سهل. وأنت الآن قال له أنا أريد أن أنال من دينك ومن بيتك المعظم وأنت تطلب الإبل، تقول لي داير الإبل حقتي أنا؟ قال له وديني الإبل حقتي وللبيت رب يحميه. البيت ده عنده رب بيحميه، بس اديني ابلي انا اول، دار يضمن ابله دي في يده. فاخذ ابله وذهب وقال لناس قريش كلهم، قال لهم اطلعوا الجبال، تصعدوا الجبال، ابعدوا رقبتكم من شنو؟ ايوه من الجيش ده.
فدخل جيش أبرهة. وكان أبرهة يعني متغطرصا بعزة. فجاء الرجل اللي شاله معه من الشارع قال له وانا ببقى لك دليل نوفل. جاء وتكلم مع الفيل الكبير محمود. تكلم معه في أضانه. قال له يا محمود هذا بيت الله. المدينك له ده قال له. قال له هذا بيت الله. إن وجهوك إليه فلا تذهب. وارجع إلى اليمن. قالوا إذا إن وجه تجاه الكعبة حرن. بتعرفوا حرن؟ فرمل. فرمل في محل. وإن وجه تجاه اليمن والحبشة جرى. بجر. بس وده زعل منه. كيف يوجهوه كده ما يمشي؟ وكده بيمشي. بقى زعلان أبرهة. وبعد شوية الفيل ده بس هاج لك فيهم. والفيلة فرتقت لك الجيش حقهم ده. بيقوا أي واحد ماشي بيجيها براو. ونزلت عليهم الطير شايلة 3 حجار، واحد في خشومة واثنين في كرعينة. حجر صغير قدر الحمصة، الفولة، الفولة بتاع الحجاج بتاعنا ده قدر الفولة. بترميها في الواحد بتخليهم كأنه جذع نخلة، كأنه قطع النص. وما ماتوا كلهم، يتفرتقوا. أما أبرهة ده ذاته هو ده بقى بيتقطع، جاو ألم بيقطع، بيقطع أنامله، بيقطع حبة حتة حتة. بقى راجع كله معلو بيتقطع لحد ما كمل في الحبشة هناك ومات. يتعذب لما نوصل الحبشة مات. الفائدة العظيمة في النقطة دي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكتاب هنا، قال جيش أبرهة نصارى وهم أقرب إلى المسلمين من قريش. قريش ده كانوا شنو؟ مشركين. ده المشركين. والنصارى أقرب للمسلمين من شنو؟ من المشرك. المشرك وثني، المشرك وثني ما بيعبد الله ويكفر بالله. والنصارى أقل منهم. عشان كده ربنا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا منو؟ اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا منو؟ الذين قالوا إنا نصارى. لكن قال السبب شنو؟ كونه ربنا ينصر المشركين على منو؟ على النصارى. مع أن النصارى أقرب إلى الإسلام من شنو؟ من المشركين. قال والسبب في ذلك هو التوطئة والتمهيد لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. عشان كده ربنا قال لك لإيلاف قريش. دي بعد صورة الفيل طوالي، شوف ترتيبي في المصحف. ها ربنا لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بعدها طوالي شنو؟ لإيلاف قريش، أي ربنا أهلك الفيل من أجل ألفة، ألفة قريش واطمئنان، لأنه حيبعث منهم منه محمد صلى الله عليه وسلم. فدي الفائدة يعني الجميلة اللي بتخلينا نحن نفهم مولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل كان لهذه الإشارة العظيمة.